على الزيارة وعلى الاستضافة ديالكم. بالنسبة للبرنامج ديال الحد من النقص من الآثار السلبية ديال نقص ديال التساقطات المطرية اللي استفد منهم إقليم الخميسات، فكما كتعرفوا كان فيه مجموعة ديال العمليات، كاين يعني عمليات اللي كتعلق بالحماية ديال الرصيد الحيواني والرصيد النباتي، بحيث انه في اطار هذا المحور هذا تم توزيع واحد تخصيص بدا واحد الحصه اوليه ديال 140 الف قنطار ديال الشعير المدعم اللي غادي توزع على مربي الماشيه على مستوى ديال الاقليم. الشعير المدعم بواحد الثمن تفضيلي ديال 2 دراهم للكيلو، 200 درهم للقنطار. الحصه الاوليه حنا يعني تقريبا هذه تقريبا واحد الشهر باش بدات العمليه ديال التوزيع، وصلنا تقريبا لواحد 114 تقريبا واحد 60% من النسبه ديال الانجاز. لحد الان استفدوا واحد 25800 مربي ديال الماشيه اللي استفد من هذه العمليه ديال التوزيع ديال الشعير المدعم. كذلك في نفس هذا المحور هذا كاين واحد العمليه ديال التوزيع ديال الاعلاف المركبه المدعمه كذلك لفائده مربي الابقار اللي كيتعاملوا مع التعاونيات اللي يعني مربي الابقار اللي كيشتغلوا في اطار المنظم، في اطار تعاونيات ولا اطار جمعيات. كاين واحد الحصة أولية ديال واحد 40500 قنطار اللي غادي تستافدوا منها هاد المربين ديال الأبقار. كاين جوج ديال الأنواع ديال الأعلاف المركبة اللي غادي يتم التوزيع ديالها. كاين واحد النوع فيه واحد 15% ديال البروتينات، واحد الثمن ديال 250 درهم، واحد النوع اللي فيه 18% ديال البروتينات، واحد الثمن ديال 285 درهم للقنطار. دونك هذا بالنسبة للرصيد، يعني العمليات اللي كتهم الرصيد الحيواني. كذلك ما يفوتنيش الاشاره لواحد العمليه اللي مبرمجه ديال توزيع الادويه لفائده مربي النحل اللي تضروا من ديك الافه ديال اللي عرفها قطاع ديال تربيه النحل على المستوى الوطني. كذلك كاين واحد المحور اللي كيتعلق بالمحافظه على الرصيد النباتي، وفي هذا الاطار تم برمجه ديال واحد المساحه ديال 3600 هكتار من اجل السقي ديالها، 3600 هكتار ديال الاغراس اللي تغرست في اطار الفلاحات التضامنيه، واللي العمر ديالها كيتراوح ما بين سنتين حتى الخمسة سنوات. حنا كنعرفوا بان الاغراس اللي تتكون يعني في سنه العمر ديالها صغير تتكون شويه يعني حساسه من ناحيه قله ديال التساقطات المطريه ولا الظروف المناخيه الصعبه. لهذا يعني برمجات وزاره الفلاحه السقي ديال هذه المساحه ديال 3600 هكتار، واللي غادي اللي موزعه يعني على جميع الجماعات ديال الاقليم ديال الخميسات، حيت ان يعني الجميع غادي يستافد من هذه العمليه هذه. دونك هذا بالنسبه للبرنامج ديال الحد من النقص ديال التساقطات المطريه. كاين المسائل اللي كتعلق بالتامين الفلاحي واللي في اطار ديالو يعني غادي يكون تسريع نوعا ما ديال العمليه ديال تعويض الفلاحه والخروج ديال اللجان التقنيه من اجل تحديد يعني الانتاجيه، باش على ضوء هذا التقارير ديال اللجان التقنيه كيتم تحديد يعني المبلغ ديال الاعانات والمبلغ ديال التعويضات اللي كتقدمها لا مامدا لفائده المنتجين ديال الحبوب وديال اللي مستافدين في اطار بالنسبه للبرنامج ديال التامين الفلاحي. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.